الأم لها حقوق لا تنتهي، هي سبب وجوده، ورعته رعاية كاملة سنوات طويلة. طبعا أهم شيء أنه أن يطعمها مما يأكل. شوف كلمة النبي ما أدقها، مما يأكل، أن يكسوها مما يكتسي. يعني ما كلفوا الله يتدين، بس مو معقول هو يأكل أكل درجة أولى ببيته وأمه ما عندها أكل. هي لقم، أنا يعتبر حقوق هنا دكتور، حقوق كبير. هو عم يأكل ما لذة وطاب، بيجيب فواكه، بيجيب حلويات، أمه ما عندها. طيب إذا طعمي أمه ما عم يأكل هو. نقول مما يأكل ولا مما من أفضل ما يأكل؟ لا، مما يأكل. جميل. الله ما شوف أن يطعمها مما يأكل، يعني وضع معتدل. نعم. الله ما كلف الإنسان فوق طاقته. نعم. إذا كان اللبى له حاجته، وأمل الدواء أحيانا. أنا بذكر قصة بس دقيقة شوي. قالت لأمه بدي هالدواء الساعة 2 بالليل. قال لها ما في حدا فاتح هلا. استحت منه، سكتت. بس هو بيعرف في 3 صيدليات مناوبة. صح الكلام؟ نعم. ومعه سيارة. قال لها كله مسكر هلا، سكتت. واحد تاني قالت له بدي هالدواء، قال لها على عيني. ركب سيارته وراح بحث بال3 صيدليات، ما في الدواء. الدواء بالحالتين أمه أخذته، بس لما بحث وما لقى بينام مرتاح، ويكون قد أدى بر والديه. أدى عليه. إلا ما في حدا كله مسكر ما بينام مرتاح، ويكون عاقا لوالديه. وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. والله أنا لا أصدق أن يبر الإنسان أمه وأباه ولا يكافأ في الدنيا قبل الآخرة. الله وكيله. حتى لو لم يكن مؤمنا، في الدنيا قبل الآخرة، مو شرط. في بر الوالدين يفتح له النجاح في الدنيا. نعم، في الدنيا قبل الآخرة. نعم. الله يفتح عليكم يا دكتور، الله يجزيكم الخير. ولا بعرف إنسان عنده 5 أولاد، صار بإصبعه بقدمه سويداد، يعني قرقرين. فجاءه الطبيب قال له بدي اقطع فورا، اذا اليوم نقطع الباهم، بعد جمعه بدنا نقطع القدم، بعدين الركبه، بعدين الفخذ. فاني 5 اولاد، احدهم قال لا في إلى حل دكتور، بس شافوا انه الابن انزعج انزعاج كبير لا يحتمل من قطع باهم والده. قال له شوف يا ابني، في احتمال ب100 3، بدي حمام يومي 3 مرات باليوم مع ادويه معينه، في احتمال ب100 3 تنفذ. الاب ساكن انا بالشام بالمهاجين جادي الخامسه، ابن بمزرعه ساكن، بيطلع الساعه 5 كل يوم، بيطلع بيعمل حمام لباهم رجل والده، وفي ادويه معينه، بيرجع عنده وظيفه الساعه 8، بيطلع الساعه 3 مره ثانيه، وبيرجع عنده بعد الظهر دوام، بيرجع بالليل. نعم. 6 شهور. الله وكيلك، في قصه صعب تصدقها. هذا الابن بعد فترة الله وفقه بعمل تجاري، صار معه مليارين. سبحان الله. مليارين، واخواته جوعانين. سبحان الله. الله بكافئ بالدنيا قبل الآخرة. لكن الأب الشاب بقوته، بصحته، بمكانته، بدراسته، بمنصبه، ما بيحتاج لابنه إطلاقا. الآية فيها ملمح دقيق. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. الملمح الأدق، فلا تقل لهما أف، لو أن في اللغة كلمة أقل من أف لقالها الله عز وجل. ما في أقل من أف، يعني أف مو كلام، زفير بصوت. زفير بصوت. العلماء حملوا على هذه الكلمة 30 حالة تقريبا. خبط الباب مثل أف، أن تحد النظر بأبيك كأف، أن تقبل توجيهه بتبرم أف. 30 حالة العلماء حملوا على كلمة أف. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الآن قد يسأل سائل. الابن مؤمن، الأب غير مؤمن، ممكن. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. إذا القسوة بالكلام مرفوضة بكل الأحوال، مصاحبة بمعروف. والله عز وجل اللي أنا رأيي، وأتمنى للإخوة المستمعين والمشاهدين، ما من عمل طيب يعجل لصاحبه في الدنيا كبر الوالدين. ما من عمل طيب في الإسلام يعجل لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة إلا بر الوالدين. يعني إن بررت أباك وأمك برك أولادك. والعملية دين ووفاء. بقدر ما تعامل أمك وأبيك يأتي جيل يعاملك كما عاملت أمك وأبيك. لي صديق بمصر حدثني عن قصة عجيبة جدا. يعني أب من عامة الناس ما له ولا ميزة إطلاقا، لا يعني علم عميق ولا دين ولا انضباط ولا ولا ولا، لكن تقدم به السن ووجد الناس من بر أبنائه شيء لا يصدق، شيء عجيب. يعني هو إنسان أقل من عادي بالتزامه بانضباطه بدينه بعباداته. بحث الموضوع بحث دقيق، فكان الجواب كان برا بأبيه، ففتحت له أبواب الدنيا. أبدا. أنا أقول للإخوة المستمعين والمشاهدين، يعني بر الوالدين له عند الله عطاء لا يوصف. وهذا العمل يرقى إلى مستوى العبادة. الله يفتح عليكم يا دكتور. طيب شيخ الكريم، في ظل فرضية بر الوالدين وأمر الله سبحانه وتعالى لكل الناس ببر آبائهم وأمهاتهم، حتى وإن طلبوا منهم الكفر فعليهم أن يكونوا رفيقين في رفض هذا الطلب. ولا أظن اليوم أب أو أم يطلب من ابن الكفر، لكن يعني في العالم الإسلامي مو واردة إطلاقا، إلا حالات نادرة جدا بيكون أب ملحد مثلا. صحيح. مع ذلك أمرنا بالرفق في التعامل معهم. الآن دكتور يأتي سؤال، حينما يختلف رأي الآباء والأبناء في كثير من القضايا، كيف يفترض أن يكون التعامل مع هذا الاختلاف؟ بس أنا أتمنى قبل أن أجيب عن هذا السؤال أن الآباء الكبار العقلاء المتفوقين ما بيتدخلوا بالشؤون الشخصية الخاصة جدا بأولادهم. ربوا أولادكم وأحسنوا إليهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم. يعني مثلا الأب عاش عمر مديد بدون كمبيوتر، تمام، ما له قناعة فيه. الآن أداة دقيقة جدا الكمبيوتر، طلب الابن من أبوه كمبيوتر. زمان ابنك غير زمنك. ربوا أولادكم وعلموهم فإنهم خلقوا لزمن غير زمنكم، لكن لا بد من ضبطه. إذا ما انضبط في مشكلة كبيرة جدا، له أخطار لا تنتهي. هي الشاشة والكمبيوتر والآيباد هي كلها أشياء حيادية، ممكن تكون أخطر أداة بيد الإنسان، أخطر أداة، مثل السكين تقشر بها الفاكهة فتأكلها أو تذبح بها إنسان. أداة ذات حدين، لذلك لا بد من ضبط. الآن شيء مضطر أن أقوله، في فرق بين القمع والتربية، فرق بين أن تبني عنده الوازع الذاتي أو أن تكون قامع خارجي. فإذا أنت ربيت الوازع الذاتي، لو سافرت منضبط، لو غبت منضبط. يعني في أشخاص في حضور أبيهم منضبطون، بيخافوا لأنه الأب قاسي جدا، فإذا سافر خرقوا هذا الانضباط. فإذا مات ألغوا هذا الانضباط كليا. فالبطولة لا أن ينضبط من حولك بوجودك، بل بغيابك. بوجودك قمع، بغيابك إقناع. لذلك قالوا أقنع ولا تقمع. أقنع ولا تقمع. وفي حالة الاختلاف دكتور كيف يفترض على الأبناء أن يتعاملوا وكيف يفترض على الآباء أيضا أن يديروا الخلاف؟ تأتي الحكمة. يعني الأب تكلم كلام غير صحيح، والله يا أبتي ما أنا والله أتعلم منك الكثير، بس في وجهة نظر ثانية، مو ملك فهمان، مو غلطان، وجهة نظر ثانية. هاي العبارات لا تقال للأب، لا تقال. في عبارات لطيفة جدا ما بتجرح، في وجهة نظر ثانية، في بحث جديد لم يكن من قبل، يعني ثبت. من حق الابن أن يعترض على صواب ما يقول الوالد، أبداً لكن أبداً. المعيار في أدبه في الاعتراض. الأدب سيدي، الأدب ماذا يعني؟ يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الله، الأدب ماذا يعني دكتور؟ اختيار الكلمات، نبرة الصوت، أول شيء الوقت. يعني وقت مثلا بيكون الأب جاي غضبان، هو غاضب، إياك أن تقدم له شيئا، اسكت. أيام الصمت هو الحكمة. نعم. غضب اسكت. هو في بعض الأشياء أنه أنت كنت غضبان واقف اجلس، جالس وقف، بالبيت اطلع من البيت، غير الجو. فإذا في غضب صار في استفزاز. يمكن الأب يتكلم كلمة الكفر دون أن يشعر من انفعاله. إياك أن تستفز أباك، أنت ابنه. بجوز أنه أنت درست، تعلمت، هو فكره غير حديث مثلا، بس هذا أب، بيبقى أب. الأب أب والأم أم. فصفي الأدب بقى، يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. فإذا الأدب كما تفضل دكتور، اختيار الوقت المناسب للكلام، والعبارة المناسبة، والعبارات، والحجم المناسب، الحجم المناسب، ومحاضرة لأبوه، ونبرة الصوت. طبعا أنا كأني قريت بحث، يمكن في وجهة نظر جديدة. جميل. أنا حقدم لك إياه، مو تقول له أنت عطية مكتوب بيقرأ على مهله. هذا شيخنا، لو كان هنالك اختلاف في وجهات النظر في المناقشة بقضية علمية أو سياسية، ماذا لو كان شيء مرتبط في مصير الإنسان؟ مثلا في زواج البنت، أراد والدها أن يقنعها في وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم. الشرك أنواع سيدي، في عنا شرك جلي، أن تعبد بوذا من دون الله مثلا. نعم. غير موجود في زماننا. عنا عند العرب والمسلمين. نعم. في عنا شرك خفي، الحديث يقول أخوف ما أخاف على أمتي، أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الخفي. أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنما ولا حجرا، هي انتهت، ولكن شهوة خفية وأعمال لغير الله، هذا هو الشرك الخفي. يعني شهوتك جعلتها إله. والدليل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، شهوتك فقط، مو موضوع عبادة إطلاقا، بتصلي والصوم أنت. نعم. بس في شهوة محرمة تفعلها وأنت مصر عليها، أنت الآن أشركت، هي خلاف المنهج. لذلك الله تواب، يعني ممكن تتوب 1000 مرة. نعم. بس ما في غير التوبة. نعم. يأتي الآن السؤال شيخنا في حال تدخل الوالدين في القضايا المرتبطة بالحياة الشخصية للابن، كاختيار شريك الحياة، اللباس، الأصدقاء، التخصص، كيف نتعامل ونطرح هذا الملف بتوسع؟ أولا هل لنا سيدنا أن نطرح بتوسع بعد الفاصل؟ نعم. حتى نعطي حقه الكامل بعد إذن فضيلتكم. إذا مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود من بعده على الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة FM لمواصلة حوارنا مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي عن حدود بر الوالدين، فابقوا بالقرب. من جديد وعلى الهواء عبر أثير إذاعتكم حياة FM مباشرة، نواصل نحن وياكم مشوارنا في طلب العلم مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. حياكم الله شيخنا، بارك الله بكم ونفع بكم وعلى قدركم. حدود بر الوالدين هو عنوان لقائنا، تتابعونه كل خميس من الساعة 3 حتى 4 مباشرة بتوقيت الأردن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي، ويعاد لذات الليلة في الساعة 11 مساء، وغدا الجمعة في 5 مساء رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. شيخنا الكريم، قبل الفاصل كنا نتحدث عن الخلاف الذي قد ينشأ بين الابن والأب والأم فيما يرتبط في حياته هو كابن. يعني يسعى بعض الآباء لفرض رأيهم، سيطرتهم على الابن. أين يكمن حدود بر الوالدين وحدود الاستقلالية؟ قبل ما أجيب عن هذا السؤال الطيب، نعم، إلي ملاحظة. هي الأم ربت ابنها بكل ما تستطيع، وهي ثمرتها الوحيدة بالحياة. بتجي امرأة غريبة تخطفه من أمه. فلذلك البطولة هو التنسيق. أنا بنصح الإخوة الكرام، يعني لا كثير تمدح زوجتك مدح غير معقول أمام أمك، ما بتتحمل. كيف يا ماما؟ والله الحمد لله، الله سترني فيها، ماشي الحال ماشي الحال. في أشخاص ما بينتبهوا، بيمدحها مدح مو طبيعي، هي ماتت من أجله لاحتكبر وشاف ابنها ولم يمدح الأم. بتجي وحدة مبارح طلع له فيها، هذا غير صحيح. هذا هي أم بالتم. نعم. من أعظم الناس بحسن صحابتك؟ قال له أمك، ثم أمك ثم أمك. كبير، شغلة كبيرة الأم. فأنت من الحكمة لا كثير تمدح زوجتك مدح فارض، والله بابا الحمد لله الله سترني فيها، ماشي الحال، اللي بيرضى بيعيش معه. هي كلها كلمات مطاطة، لأنه أنت شغفت حبا بها وأنت دبت معها. خفف من مديح الزوجة أمام الأم. نعم. وهذا طبعا لا يعني أن يسيء لزوجته أبدا أبدا أبدا، لكن لا يبالغ في مدحها، لا يبالغ في مدحها. نعم. بس طبعا الحمد لله الله أكرمني فيها، صاحب الدين، بتصلي، بتحافظ على نفسها، ما في مانع. الإيجابيات تذكرها، واجب تذكرها، بس لا تعمل حالك أنه أنت مجنون ليلى. نعم. نعم. وليس أمام الأم طبعا. نعم. نعم. مراعاة لشعور الأم. يعني كثير في أشخاص لهم هيك كلام بيحكوه لأمهاتهم، كيف زوجتك؟ والله ماشي الحال ماما، يا الله نصيبي هذا، بس هيك. ما في شيء كلمة يفهم من هذا الكلام أنه غير سعيد معها دكتور. ما قالوا هيك، قال نصيبي شو سعيد، يعني الحمد لله ماشي الحال. إذا القاعدة لا يبالغ في مدحها أمام الأم، لا يبالغ إطلاقا. نعم. ولا يزم أمه أمامه، انتهت أمه عندها. ما دام الابن ذم أمه أو حكى أمه كلمة قاسية أمام زوجته، انتهت الأم عند الزوجة. حتى مثلا لو غضب هو على والدته لا يصرح في هذا الغضب أبداً أمام زوجته. لذلك بفضل ما يكون في لقاء مشترك أمه وزوجته قاعدين، بتكون مضبوط كثير، يعطي كل ذي حق حقه. هي زوجته لها حق عنده وأمه لها حق. طيب ممكن نوضح دكتور ما هو حق الزوجة وما هو حق الأم على الابن؟ يعني كيف يتفرغ في الوقت والخدمة والإسعاد للطرفين؟ الأم لها حقوق لا تنتهي، هي سبب وجوده، ورعته رعاية كاملة سنوات طويلة. طبعا أهم شيء أنه أن يطعمها مما يأكل. شوف كلمة النبي ما أدقها، مما يأكل، أن يكسوها مما يكتسي. يعني ما كلفوا الله يتدين، بس مو معقول هو ياكل أكل درجة أولى ببيته وأمه ما عندها أكل. هي لقم، هذا يعتبر عقوق هنا دكتور، عقوق كبير. هو عم ياكل ما لذ وطاب، بيجيب فواكه بيجيب حلويات، أمه ما عندها. طيب إذا طعمي أمه ما عم ياكل هو. نقول مما يأكل ولا مما من أفضل ما يأكل؟ لا، مما يأكل. جميل. الله ما شوف أن يطعمها مما يأكل، يعني وضع معتدل. نعم. الله ما كلف الإنسان فوق طاقته. نعم. إذا كان اللبالة حاجته، وأما الدواء أحيانا. أنا بذكر قصة بس دقيقة شوي. قالت له أمه بدي هالدواء الساعة 2 بالليل. قال له ما في حدا فاتح هلا، استحت منه سكتت. بس هو بيعرف في 3 صيدليات مناوبة، صح الكلام؟ نعم. ومعه سيارة، قال لها كله مسكر هلا، سكتت. واحد تاني قالت له بدي هالدواء، قال لها على عيني. ركب سيارته وراح بحث بال3 صيدليات، ما في الدواء. الدواء بالحالتين أمه أخذته، بس لما بحث وما لقى بينام مرتاح، ويكون قد أدى بر والدته. أدى عليه. إلا ما في حدا كله مسكر ما بينام مرتاح، ويكون عاقا لوالدته. وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. إذا يفهم من هذا الكلام دكتور أنه بر الوالدين هو مرتبط في القضايا التي هي لها علاقة بالوالدين ذاتهم، صحتهم، غذائهم، اتباع أوامرهم. أما اشتري هالبدلة الفلانية، لا، هذا بشأني الخاص. طيب هالنوع ما بيناسبني، اللون ما بيناسبني. نتوسع في هذه القضية دكتور. الآن القضايا المرتبطة بي أنا، هل من حق الوالدين أن يكون لهم قرار بها ولا هذا قراري أنا؟ شوف، يعني بيقترحوا عليك فأنت بتقبل إذا كان القرار سليم، اقتراح سليم. نعم. وإذا ما ناسبك هل ما بيناسبك أنت؟ إنسان له مكانة اجتماعية، لون فاتح ما بيناسبه، في ألوانك. نعم. بتليق بمكانته. هي أذواق. أذواق هي. نعم. الأذواق مختلفة سيدي. أنا ما بقول الإنسان يعني الأب العاقل ما بيتدخل بالشؤون الدقيقة لابنه وزوجته، ما بيتدخل، ترك الأمور أنه هو بعصر غير عصره، في ألوان منوعة، في طريقة لبس منوعة، في أشياء منوعة. يعني إذا حتى نرتب الأفكار دكتور فيما يرتبط في حياة الأم والأب وصحتهم وأكلهم، أنا بري أمر إطاعة أوامرهم، الطاعة في حاجات أساسية، طعام وشراب ولباس ومعالجة طبية. جميل. وملازمة. ومن عفوا مثلا بدي أقول هالكلمة بس أنا أعني ما أقول، بيبعث السائق يأمن الأم حاجاتها، فواكه وحقوق، هي مو بدها الحاجات، بدها ابنها، بدها ابنها يجي لعندها. فأنا بتمنى أنه الابن يخدم أمه بنفسه، هو بدها يا إله، ما بدها الفواكه، اشتقت له. لأنه أنا أذكر أنه في مصح بفرنسا سووا استفتاء، الأعمار 102 ل100 100 102، كلهم مأوى عجزة، بس 7 نجوم 10 نجوم، يعني بس طبعا بمبالغ طائلة. الأغنياء جدا إذ كانت تقدمت به السن فوتوا لهالمأوى، يعني 10 نجوم سيدي، الطعام، الشراب، مناظر جميلة، إطلالة على أماكن جميلة. سألوا هال210 أشخاص شو حلمك؟ بجوز ما تصدق، جواب واحد للكل، أن نرى أحفادنا. نحن مجتمعنا بالشرق الأوسط الأب عايش مع أحفاده ليل ونهار، متعة كبيرة كثير يشوف أحفاده الواحد، هنيك محروم من أحفاده. سبحان الله. 200 شخص 210 استفتاء، شو طلبك؟ آكل درجة أولى، مصح يعني الأجرة تبعه فلكية، كل شيء فيه، مسبح مثلا، جاكوزي، مطاعم درجة أولى، إطلالة، غرف مدفأة، لكنه حرم من الأنس، حرم من أحفاده. نحن عندنا بتلاقي أب دخله محدود، بس أمه عنده وأبوه عنده، قاعد الأب مع أولاده. أسعد لحظات حياة الأب والجدة شوفوا أحفادهم. الله يفتح لك يا دكتور. عندنا مثل شعبي بالشام، شو أغلى من الولد؟ ولد الولد. ولد الولد. الله يفتح عليكم يا دكتور، يعطيك الصحة والعافية يا رب العالمين إن شاء الله. شيخ الكريم، ربنا سبحانه وتعالى حباك بكم حفيد؟ كتار والله، أنا عندي ما شاء الله 29 حفيد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم ويقر عينك فيهم ويديمك تاج على راسهم وعلى راسنا إن شاء الله. سنستقبل مشاركات مستمعين الكرام على هواتف الإذاعة 06 516 40 20، 06 516 50 20، وخارج الأردن بإضافة مفتاح المملكة الأردنية الهاشمية 00 962 6516 50 20. أختنا هند من مصر، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أنا طبعا عايز أقول إني سعيدة جدا النهاردة، وأشعر إن الله أكرمني وشرفني اليوم إني بكلم حضرتك. وأنا كذلك سعيد بالاتصال معك، أهلا وسهلا. ربنا يبارك في عمرك يا رب وعلمك وعملك، وإن يتقبل منك ومنا من جميع المسلمين صالح الأعمال. أهلا وسهلا. شيخي الكريم، يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولك حق وفضل علي كبير بفضل الله سبحانه وتعالى اللي أهداني لمتابعة دروسك القيمة والمفيدة، لذلك كان لازم أتصل وأشكر حضرتك جدا، يعني جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك ويعلي قدرك ويحفظ لك إيمانك وأهلك ومن يلوذ بك جميعا. ربنا يبارك فيك يا شيخنا. وطبعا برضه عايزة أهني حضرتك على البرنامجين الرائعين، سواء منهج التائبين أو بيت المسلم، يعني ربنا يبارك في حضرتك، ويعني أهنيك جدا على البرنامجين جدا، يعني يمكن أنا عايزة أقول لحضرتك إني لو رزقت بزوج إن شاء الله هشترط عليه إن هو يسمع البرنامجين دول. الله يبارك فيك. أنا بحب مصر كثير، إنه لي بنت مقيمة بمصر، بروح لها من حين لآخر. جميل. فأنا أحب مصر، ومصر أم الدنيا كانت ولا تزال. الله يفتح. وإحنا بنحبك والله يا دكتور. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا لك أختي هند من جمهورية مصر العربية، شكرا لك. لنستمع إلى محمد بمشاركة جديدة، تفضل يا محمد. يعطيك العافية. عافية عمرك يا رب. نستمع لك الدكتور، تفضل. أنا إلي حلم واحد. تفضل. حلم واحد إني أرى الدكتور محمد راتب النابلسي وأقبل جبينه. الله يبارك فيك ويعلي قدرك. الله يسعدك يا رب. واجعلني عند حسن ظنك إن شاء الله. آمين. لا ما شاء الله عنك شيخ. آمين. شكرا لك أخي محمد، بارك الله فيك، وشكرا لك لمشاركتك معنا في موضوعنا عن حدود بر الوالدين. نرحب بمشاركاتكم مستمعينا مباشرة على 06-516-4020 06-516-5020 وأيضا 06-516-2060 من خارج الأردن، بإضافة مفتاح الاتصال للمملكة الأردنية الهاشمية 009626 ومن ثم 516-4020. محمد تفضل باتصال جديد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام. أستاذنا كيف حالك؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يسعدك يا رب. والله أستاذ الكريم أنا سؤالي ضمن اللي عم تحكوا فيه. نعم. بالنسبة لرضا الوالدين. نعم. أنا بقدم كل شيء لوالدي يعني بصراحة، بس بحس حالي مقصر كثير، فشو السبب إني هيك أحسن أحس حالي أحسن من هيك؟ في جواب دقيق جدا. أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الذي عليك. إن أديت الذي عليك من خدمة، من رعاية، من تلبية طلباتهم المعقولة المشروعة، المعقولة والمشروعة، أديت الذي عليك، اطلب من الله الذي لك من بر الوالدين. الله بكافئ، لأنه أنا عايش عندهم يعني بالبيت نفسه، يعني كل شيء عندهم يا أخي، ولكن بحس حالي مقصر كثير. يعني هذا دليل كمالك. المؤمن كل ما اجتهد بحس حاله مقصر. أولا مع الله، قد ما عبده وأطاعه وخدم له عباده بحس حاله مقصر، وثانيا مع الوالدين. الله يفتح عليك يا رب محمد ويزيدك برا إن شاء الله. يعني عفوا، إذا واحد عنده أم كبيرة بالسن أو أب كبير من السن ومرضه عضال، يعني بيتمنى أنه الله يخفف عنه دون أن يشعر، ما بيحكيها إطلاقا. أما الأب مع الابن مو هيك، بيتمنى يعيش. شوف الفرق بين واحد عنده ابن والابن عنده أب. ربنا يطهر قلوبنا إن شاء الله. معنا أحمد من تركيا، تفضل أخي أحمد. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ الكريم ممكن أحكي مباشرة مع الدكتور محمد؟ الشيخ معك يا أخي. تفضل. أستاذ محمد، يعني ما بتصدق قديش فرحتي حاليا بسماع صوتك مباشر. والله كان حلمي بسوريا أنه ألتقي فيك، سبحان الله صارت الأحداث وطلعنا برات سوريا. وحاولت مرارا وتكرارا اتصل في مكتبكم، فسبحان الله صار نصيب اتصل في هذا البرنامج. الفرح متبادل، فرح متبادل. تفضل. الله يبارك فيك. اول شيء بارك الله فيك وشكرا جزيلا لك. والله لا يمر يوم الا اسمع دروس لك، وطبقت كثير دروس لك، ويعني واذا كان بدي اشرح لك الوضع اللي صار في حياتي اثناء تطبيق هذه الدروس، والله حلقات لا تكمل هذا الشيء. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. الله يبارك. الله يزيدك من فضله. اللهم امين. يزيدك علم وعمل وقرب من الله. تذكري علم وعمل وقرب من الله. اللهم امين. اللهم امين. سيدي الكريم انا متزوج، وتعرف انت يعني في مجتمعاتنا الشرقيه، انا وحيد لاهلي على 4 بنات. نعم. في مجتمعاتنا الشرقيه دائما الوحيد بشكل عام يكون في بيت أهله، ومهما كان يعني إذا كان في قائدين في الجيش رح تصير في مشاكل بيناتهم. فلهيك الله سبحانه وتعالى دائما والرسول صلى الله عليه وسلم أمر ب إذا كنتم 2 فأمموا، إذا كنتم 3 فأمموا، حكما انه رح يصير في مشاكل. إذا كانوا علماء ما بعضهم إلا رح يصير في مشاكل. ودائما أنا في حالة مشاكل بسيطة تحصل في أي بيت، فأنا عملت حل إنه أخذ بيت قريب من بيت أهلي. كنت حلك هيك وزور أمك كل يوم 10 مرات. عم أزور أمي كل يوم 10 مرات. خلاص ما في مشكلة أبدا. إيه بس عم أحس دائما في غصة في أمي، يعني لحد الآن صار لي عازل شهر، كل ما أجي بتبكي وكل ما اجي بتسالني على الاولاد، ورغم انا كل يوم اجي لعندها وكل يوم اجيب الاولاد. هذا قلب الام. ان شاء الله ماني مقصر، يعني انا اخاف. لا مالك مقصر ابدا، بس انت حينما سكنت وحدك اعون على برا، ما عاد في تدخلات. نعم. يوميه، يعني تدخل ام بسن هي عاشت قبل 50 سنه، المبادئ والقيم والامور الماديه بعيده عنا. تعطي امر لكنتها شيء ما بيناسب هلا، إذا قلت ما بعمل هيك تغضب عليها. فلا بد ما تكون أنت لحالك ساكن، بس إذا كان زرتها كل يوم ما في مانع، وكل يوم 2-3 ما في مانع، وبالغ بإكرامها. هذا واجبك. بس لما انت فصلتهم ببيتين في عندك انجاز كبير كثير صار. هذا صار بيتك، الامر لك فيه، وزوجتك هي الامر على اولادها. نعم. الله يفتح عليكم شيخ. شكرا لك أخي أحمد، ربنا يكتب لكم هداة البال. صديق بمشاركة جديدة، تفضل. بس دقيقة بدي أقول له كلمة. وعليكم السلام. للأم حق لابد من أدائه، وللزوج حق لابد من أدائه. أعطي كل ذي حق حقه. أكبر خطر بينسى حق أمه بيهتم بزوجته، أو بينسى حق زوجته. بنت الناس هي مو جابة خادمة، جابة زوجة. لما بيهمل حق زوجته الله بيحاسبه، ونأهمل حق أمه الله بيحاسبه. نعم. أدي كل ذي حق حقه. الله يفتح لك يا دكتور، تفضل يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم وكيف حال الشيخ؟ أهلا وسهلا. الله يكرمك يا رب. والله في عمرك يا شيخ، جزاك الله خير، نفع بعلمك إن شاء الله. أهلا وسهلا ومرحبا. الله يحفظكم. أنا أستمع للراديو وأنا ماشي صراحة على الخط الصحراوي السريع. نعم. وأستمتع صراحة بكلامك. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. سؤالي، نعم، إذا تكرمت في البداية قلت أن الأب الناجح ابنه يستمع إلى كلامه في حضوره وكذلك في غيابه، في عدم حضور الوالد يعني. لأنه أقنع، الإقناع غير القمع. إذا قمعته بحضورك بيفلت بغيابك. صحيح. بيفلت أكثر بعد المغادرة من الدنيا، بيفلت أكثر بكثير. إذا أقنعته، قالوا أقنع ولا تقمع. نعم، أنا بقنعه وفي وجهي بيضحك وبيهز راسه ومقتنع. بخرج من البيت بيحكوا لي ابنك صار يغلط، ابنك صار يسوي كذا وكذا. يعني أنت بهالطريقة أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الذي عليك. أنت أقنعته وتلطفت معه وقدمت له كل حاجاته. هو بقى رد فعله يا بيكون إيجابي بيكسب كتير مستقبل باهر، أو بيكون سلبي الله بيعاقبه. يعني ايش اسلوب، يعني اعطيني اسلوب او طريقه مثلا. يعني اذا انت في 10 نقاط احكي له عن واحده بس تلطف. يعني مو كل يوم 100 ملاحظه ما بيتحمل. يعني انت في اشياء 10 اشياء فيهم خطا، اختار واحده مهمه واحكي له اياها اليوم. كل كم يوم ملاحظه واحده بنعومه، بوقت مرتاح، هو مرتاح عم تاكله وعلى انفراد. اوعك تنصحه قدام اخواته البنات، اوعك تنصحه ولا قدام رفقاته. نصيحتك لابنك امام رفقاتك ما بتناسب، بتصغره لانه، او امام اخواته البنات بتنصحه على انفراد وبنعومه وبتلطف. هو انسان بيتم انسان، هذا ابوه غالي عليه كثير، الا ما يستحي منك. لا تنتظر منه الاستجابه اليوم، بجوز على التراخي يستجيب. الله يفتح عليكم يا دكتور. معنا اتصال جديد من ابتسام، تفضل يا اختي ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية. عافيكم يا رب. الله يبارك فيكم جميعا. أهلا وسهلا. الله يسعدك يا دكتور، أنت رائع جدا. الله يبارك فيك. هلا دكتور بدي أسألك سؤال. هلا إحنا دائما بنحكي إنه المفروض يعني الشباب هم اللي يبروا. طب نعم. إحنا البنات إحنا ما عندنا دور. يعني أنا متزوجة مثلا وبحب أبر أمي، يعني أنا والدي توفى، ومثلا انا جوزي شو ما راح عند اهله، او يعني مثلا صار عندهم ابوه كان مريض مثلا، كنت العكس. يعني انا من الناس اللي احكي له روح مش مشكله، روح شوف ابوك يوم كل يوم 3 مرات 4 مرات في اليوم، ساعده ما عندنا مشكله. بس انا اذا في لحظه مثلا قلت له انه انا ابوي في هاي اللحظه تعبان مريض بدي اروح اشوفه، ما برضى. اذا ما رضي غلطان بيكون. هيك عم بقول على الاذاعه، غلطان اذا ما رضي. مثل ما انت، مثل ما هو له ام واب وانت لك ام واب. صح. عامل الناس كما تحب ان يعاملوك. مثل ما لك ام واب غاليين عليك كثير. يعني انا بحكي مثل امضى سهره كلها عم يسخر من ام زوجته، من حماته يعني. ايوه. ساكته خافت. ثاني يوم حكت على امه كلمه قام قيامتها. هذا عنصري. لما انسان بيقيس موضوع واحد بمقياسين عنصري. هاي مشكلتنا احنا في المجتمع. هلا مثلا حجيب مسألة اكبر. يعني 5 اشخاص بمجلس الامن اذا قالوا نو فيتو التغى القرار. صحيح. سيدي مليون قرار انساني لغوه هنين. صحيح. مين هنين؟ فانسان يا انساني يا عنصري. نعم. هي الفكرة دكتور، يعني حتى نحضر الرأي الغائب، يمكن الزوج يحكي لها انه يعني انت مسؤولة عن البيت، اذا غبتي ورحتي على بيت اهلك، الاولاد دراستهم، الاكل الشرب، طبيعي هذا. نعم. اذا هيك ما في مشكلة. أما إذا كان طلب منا أكثر مما ينبغي على أمه هي مو مكلفة بالأساس. هي الأخت ابتسام اللي طرحها الدكتور أنه زوجها لا يرحب كثيرا في زيارتها هي لأهلها. لا يعني ليس لأهله، من حقه أن ترى أهلها كل أسبوع مرة بالحد الأدنى. هل يمكن لها أن تزور أهلها يوميا إذا كان في حالة مرض لأمها أو لأبوها؟ استثناء طبعا. الأم غالية كثير. إذا هون دكتور بصير التوازن، أن توازن بين حق بيتها وتربية أولادها وبين حق والديها. يعني إذا كان أولادها كبروا بالمدارس قاعدين قبل الظهر ما عندها شيء، راحت عاونت أمها، ما في مانع. خليك واقعي يا أخي يا زوج، خليك واقعي. هي مثل ما لك أم غالية عليك، هي لها أم غالية عليها. مو بس أنت لك أم، هي لها أم. مو بس أنت رغبان بإرضائها وهي بدها ترضي أمها كمان. والزوج إذا منعها في هالحالة دكتور من زيارة أهلها يكون ظالم. إذا هي وازنت بين حق إذا منعها بيكون ظالم. نعم الله يجزيك. إذا منعها بيكون ظالم. على شرط كما تفضلتم إنه هي توازن بين حق بيتها وأولادها وبين حق يعني مو أنها تروح عند أهلها البيت بلا أكل، عندها 5 أولاد يجوا ما في شيء ياكلوا الظهر، هي ما بيجوز هي. أما الطبخة هي أتى اللي بيسقطوا الأكل ما في مشكلة. تمام. فهون التوازن من الطرفين، من الزوج ما يمنعها وهي تؤدي حقها. هي اسمها الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الله يفتح عليكم يا دكتور. نستأذن فضيلتكم إلى فاصل قصير ومعكم مستمعينا الكرام، ثم نعود لنواصل حوارنا مباشرة مع فضيلة العلامة الدكتور محمد راتب النابلسي عن حدود بر الوالدين. شيخنا الكريم، نواصل حوارنا في موضوعنا حدود بر الوالدين، ونلخص ما ذكرتموه فضيلتكم في مطلع الحلقة أن بر الوالدين هو أداء الإنسان لما يطلب وما يحب الأم والأب فيما يرتبط في الحياة العامة وحياة الأم والأب ضمن إمكانيته. ضمن إمكانياته. لا يتدين، مو مكلف يتدين. أما القرارات الفردية المرتبطة فيه كلباسه ودراسته وزواجه، الأصل أن القرار فيها للابن وليس للوالدين. لكن بيجاوب جواب لبق ولطيف. إن كان هنالك آراء متعارضة عليه بالأدب في الامتناع عن ذلك، لكن لو بالنهاية كان قراره هو الذي صار وإن كان معاكسا لقرار الوالدين بأدب لا يعد عاقا. لا، أيام بيكون الابن ورع والأب ثقافته الدينية متواضعة كثير. بيأمره بمعصية، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. الأب لك أب زوجك، لا لك أب أنجبك، ولك أب زوجك يعني عمه أبو زوجته، ولك أب دلك على الله. أيام بيتطابق الأب اللي أنجبك مع العلم، يكون أبوه عالم. أما إذا كان الأب غير عالم وطلب منه أشياء ما بترضي الله، بده يسمع كلام العالم. وفي القضايا الدينية الدنيوية عفوا دكتور، يعني مثلا الشاب بده يطلع يتعشى هو وأصحابه، وأبوه بيقول له ما تطلع تتعشى، هل يعني شوف هو مأمور بإطاعة الوالد هنا؟ إذا كان المطعم عادي مو مطعم متفلت ورفقاته أوادم والابن معه مبلغ، لا تحرمه من علاقة اجتماعية. أما إذا كان بيعرف المطعم في خمر مثلا والأولاد اللي مع ابنه غير منضبطين بيمنعوا منع شرعي صار. يعني إذا كان هنالك سبب وجيه عند الأب فيصبح هنا أمره فرض. أما بلا سبب ما في داعي. أعطيه هامش حركة، أعطيه هامش حرية. لابد من هامش. بس الهامش ضمن الحق، ضمن الشرع، ضمن المألوف، ضمن مضبوط. جميل. إذا بر الوالدين يفترض يكون أوامرهم لها أسباب وجيهة، وهنا يصبح فرض على الابن طاعتها. عدا ذلك فقد يكون تسلطا لدى بعض الآباء والأمهات. وكل ما كثر أوامر الأب تضعف مكانته. لا تكثر أوامر. من حين لآخر. طيب شيخنا كيف يتعامل؟ يعني لاحظ، أعطيه ملاحظة وتغافل عن 7. كيف يتعامل الابن مع تسلط أحد الوالدين؟ هو يمكن خاصة تبدأ بعد الزواج، ممكن الأم مثلا بصير تدخل في لباس الأحفاد، في اسم الأحفاد، في المدرسة، في هكذا، والابن لا يريد. بده ينسحب انسحاب لطيف ذكي دبلوماسي. بس بهالشكل. لا يطيعها لكن دون أن يغضبها. دون أن يزعجها، أن يتحداها. وكما ذكرتم قبل الفاصل لكل يعني أعطي كل ذي حق حقه، الزوجة لها حق، الأولاد حق، وللوالدين أيضا حق في هذا الجانب.